هاي، حوالي 50% من الأطفال بيتعرضوا لنوع من أنواع التنمر خلال سنوات الدراسة، و10% بيتعرضوا له بشكل مستمر. عدد كبير من الأهل بيسمحوا لأولادهم بالخضوع لعمليات جراحية لمحاربة التنمر. بيتعرض قسم من الأطفال يلي بيعانوا نوع من الحساسية على الأكل للتنمر وحتى للتهديد بالمادة يلي عندهم حساسية عليها. عدة عوامل بتزيد من خطر التنمر مثل إفراط الأهل بالتحكم بأولادهم، المرض، الإعاقة، الفوبيا الاجتماعية والقلق. بحسب دراسة أجريت سنة 2004، 53% من الأطفال الأمريكيين ذكروا أنهم استخدموا الإنترنت ليقولوا شيء سلبي عن طفل تاني. مين قال أنه طفل على كل 10 ضحايا للتنمر على الإنترنت بيخبر أهله وبيتم تبليغ الشرطة بس بحادثة واحدة على كل 5 حوادث؟ أنا قال. شوفكم بكرة.